اهلا بكم، معكم اسامه السيد. واي حاجه بيبقى فيها توم اكيد نحتاج ان احنا نفرمها او نهرسها، نحتاج نقشر التوم ونعمله على اساس ننكهه، وبنستعمله في كل حاجه الا الكيك، وفي ناس بتعمله كمان في الكيك. لكن احنا نعمله النهارده نستعمل لورباك، هي اصلا عندها زبده وفيها التوم، والتوم اللي موجود فيها سهل ان انا اخده واطبخه، مش هيتحرق، مش هيدي اكتر من الطعم اللي انا عايزه، وفي نفس الوقت لما استعمله ممكن اخده زي ما هو احطه على الخبز لو انا بحب حاجه زي اللي بيسموها الجارليك بريد. فكره الجارليك بريد عاده بيبقى ايه؟ بيبقى زبده وبيتحط عليها توم، لكن انا مش هحط توم لان زي ما قلت ان هنا الزبده اللي عندي هي فيها توم، يبقى كل اللي بعمله ان بس باخد الزبده من هنوت والتوم موجود عليها بالنكهه بتاعته، احطها هنا، وممكن اضيف عليها شويه من البقدونس، ممكن اضيف عليها اي نوع من الاعشاب المفضله اللي عندي، ممكن احط شويه هنا من الفلفل الاسود، شويه هنا من البقدونس، يبقى انا عندي كل حاجه جاهزه، التوم جوه والزبده وده جاهز ان انا استعمله. بعدين هنقول بالنسبه للخبز، الخبز اللي هستعمله ممكن اعمله باكتر من طريقه، نعمل حاجه في الفرن، ممكن نعمل حاجه هنا هوت في القلايه، فبجيب هنا خبز وبقطعه، فممكن يكون ده طبق جانبي، وبجيب شويه من الزبده اللي فيها التوم بحطها هنا اهو، كميه كافيه هنا، وبغطيها على اساس احفظها او احافظ عليها، اقفلها. ده ممكن اخليها في الفريزر لاي وقت انا عايزها عشان الحراره والبخار اللي هيطلع منها، بلفها ودي احطها في الفرن. او ممكن اجيب الصاج اللي هستعمله واستعمل الخبز بنفس الفكره، افتحه من هنا وبدل ما اعمله سندوتش اجيب الزبده واحطها ما بينه، يعني اجيب الزبده كده وافتحها زي اكنه اكورديون، نفتحه بالطريقه ديت واحط الزبده هنا، يبقى كل قطمه فيها هيكون فيها زبده مع التوم، شويه هنا في كل واحده فيهم، ودي تبقى جاهزه الاثنين دول نحطهم في الفرن. يبقى ديت بنحطها في الفرن حوالي ربع ساعه لو احنا بنجهز، على ما تسيح وتنزل فيها هنا، نحطها في الفرن نظبط حرارته، بيكون حوالي 170. اما هنا هطبخ، نعمل حاجه سهله سريعه بنفس الزبده، باخدها هنا وبحطها، وعلشان ما تتحرقش احط عليها شويه صغيرين هنا من زيت الزيتون، يبقى عندي الزبده مع التوم وشويه زيت صغيرين، او بحط الزيت قبلها، وفي الحاله ديت انا كل اللي عايزه بس بضيف الزبده المنكهه بالتوم، نضيف حبه على كل واحده منهم، يبقى ديت ممكن تكون صلصه من غير ما اعمل اي حاجه. ممكن لو مش عايز احط، لو مش هولع الفرن مخصوص بس عشان كده، ممكن بجيب الخبز نفسه اللي انا هعمله وبقطعه، ويبقى هو دوت نفس الخبز اللي هعمله بحطه هنا اهو، ممكن احط كذا قطعه من الخبز بالطريقه ديت، وتبقى عندي الجارليك بريد بدل ما احطه هنا بحطه هنا. اما اللي انا هطبخه هنا دي بقت صلصه، كل اللي انا محتاج اعمله بقرر انا عايز اطبخ في دي ايه. عايز اطبخ جمبري، كل اللي محتاج اضيفه شويه هنا من الجمبري حطه هنا، او عايز اعمل مكرونه. لو انا بقول ان انا ما عنديش وقت ومفيش وقت للطبخ، ممكن مكرونه تبقى مطبوخه وبحطها في الفريزر، بطلعها من الكيس وقبل ما بقدمها بحطها هنا في شويه من الصلصه. كل اللي محتاجه شويه ملح وفلفل، دقيقتين ثلاثه ويكون كل دول جاهزين. نتبل هنا اهو شويه من الملح، نفس الشيء فلفل، 15 دقيقه وممكن يكون كل حاجه عندي جاهزه. انا ما قعدتش معاكم اكتر من 3 دقايق ونص ودوت هيكون جاهز، بس كل اللي بحتاجه اخلي عيني عليه واقلبه، وهو بيبقى فيه الترمومتر بتاعه، يعني هو من نفسه بيبان اذا استوى. نديله كام دقيقه ونشوف هيستوي ازاي ونخلي عيننا على اللي في الفرن. يبقى اهم حاجه في موضوع الخبز، انا ممكن كل الحاجات دي بحضرها طالما عندي الزبده وفيها التوم، يبقى بجيب الخبز وهو اللي بعمله، ان انا قلت ان انا بعمله زي فكره الاكورديون، يعني هو نفسه من جواه بقى فيه الزبده وهي نفسها اتشربت، يعني كل قطمه هيبقى فيها الزبده. او بعمل حجم كبير زي اللي عملته ولفيته في ورق الالومنيا، بسيبه لغايه لما يجوا ضيوفي، يبقى في الحاله دي بحطه كدوت، ودوت بيتقدم يبقى طريقه ثانيه. والاختيارات قلنا لو مش هستعمل الفرن مش هعمل كيك، يبقى ممكن على القلايه بجيب نفس الفكره، بحط الزيت مع شويه عشان الزبده اللي بستعملها بيبقى فيها هي توم، كل اللي بحتاجه شويه بقدونس صغيرين، ملح وفلفل، وده بيقوم بالواجب.
بعد كده بيجي الجمبري. قلت قبل ما نروح نجيب الخبز بحتاج ان انا اقلبه واتاكد ان الجمبري هنا استوى. بتاكد ان هو استوى ازاي؟ بشويه صغيرين ان هو لونه بيتحمر وبيبقى اللون اللي هو البامبا اللي احنا شايفينه. فبحطه هنا بالصلصه بتاعته. لو عايز احطه مع مكرونه ممكن اعمل كده، او لو عايز اخلي كل طبق لوحده يبقى المكرونه لوحدها والجمبري لوحده. جيبها هنا ويبقى هي المكرونه بشويه الزيت مع الزبده اللي هي فيها التوم بتديني الطعم والنكهه. يبقى انا عندي هنا كل اللي انا عايزه من حاجه واحده هي اللي وحت لي بالموضوع ده كله، زبده فيها توم. من